بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتبة على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه، فاستمطرت مآقي العين منك دموعا مدرارة؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر. تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله، سببها ذكر الله. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم:
يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعينا باكية ودعاء مستجابا. ربنا اشرح صدورنا وأنر قلوبنا واملأنا برحمة من عندك يا خير الراحمين يا خالق الجمال والإحساس. اللهم زدنا حبا وزدنا قربا وزدنا ولاية. اللهم اجعلنا من خاصتك، من أقرب المقربين. اللهم اجعلنا أخلص عباد لك. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء كله، ما ظهر منه وما بطن، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نحن العبيد الفقراء تحت عرش الملك العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.